أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم. أستضيف وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ رشيد درباس. أهلا فيك معالي الوزير. أهلا وسهلا. أبرز ملفات حوارنا هي كيف يمكن للبنان أن يوفق بين سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية وبين الانخراط في التحالف الدولي؟ هل اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية إقامة مخيمين للسوريين في العبودية والمصنع سيلقى ترجمة على أرض الواقع؟ من عطل قرار إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات؟ معالي الوزير، بداية أهلا وسهلا فيك، من جاي من طرابلس اليوم. نعم، أهلا وسهلا. نقدر حضورك طبعا اليوم، عندك هالعطلة الأسبوعية، عم تتعبوا بالحكومة. ما عم ناخذها، ما عم تاخذوا العطلة، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. هل لبنان انضم إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لمواجهة الإرهاب؟ يعني انضم بمعنى أنه حينخرط بقوى عسكرية؟ لا أظن ذلك، ولكن انضم سياسيا أكيد بدليل وجود معالي وزير الخارجية بالاجتماع وخطابه اللي طلع له بيعبر عن رأي الحكومة اللبنانية، والبيان الختامي اللي طلع. يعني أكيد نحن هذا المسألة الإرهاب في جزء منه أصابنا، وما زالت يعني آثاره وجراحه في نفوسنا، وما زال قلقه في قلوبنا. بطبيعة الحال نحن أي مشروع دولي ولا عربي لمحاربة الإرهاب ما فينا إلا ما نكون جزء منه، لسبب بسيط إنه إحنا متعرضين بصورة مستمرة لأهداف المعروف إنه. طيب، ولكن في أسئلة اليوم كثيرة عم تطرح. يعني طبعا بداية معالي الوزير، وزير الخارجية وقع على الاتفاق اللي صار بجدة، لكن اليوم بحديثه لجريدة السفير يتحدث إنه كان يتمنى أنه يكون في كل الدول مشاركة بهذا التحالف، لا يمكن استثناء يعني دولة والبقاء على دول معينة. لماذا وقع وإجا لهم؟ هي وجهة نظر بتقدري تقولي أنه يعني إلى قيمتها، ولكن النتيجة السياسية لوجوده في الرياض أو في جدة ما هيك أدى إلى هذا البيان المشترك. بس كان مكلف من قبل الحكومة معالي الوزير؟ هو مكلف من قبل الحكومة يشترك بهالمؤتمر. إذا كانت أهداف المؤتمر وفقا لخطوط الحكومة ما نحن نقول لا، ولذلك هو وافق عليه. أنه في دول ما اشتركت، ربما لو اشتركت كان أحسن، بس ما هذا اللي تم الاتفاق عليه. طيب إذا هو هذه تعتبر منه ملاحظة على هامش البيان، ولكنها لا تؤثر في صحة البيان. ليش لكان اليوم الصحف تتحدث عن انزعاج لدى حزب الله ولدى أفرقاء الثامن من أذار من توقيع وزير خارجية لبنان على بيان جدة؟ أنا بصراحة ما فيني اعتمد على كلام الصحف بما تنسبه إلى حزب الله أو إلى أي فئة أخرى. أنا ما فيني اعتمد إلا على الكلام اللي بيصدر عن الحزب ذاته أو عن هذه الفئة. لأنه أنا كمان في عندي قصة تانية كمان الصحف حجت انه هذا موضوع المخيمات لم توافق عليه الجهات. انا ما فيني صدق كلام الصحف، انا بدي صدق كلام اللي قالوا لي انه ما في عندنا مانع. طيب اذا ما بدنا نصدق كلام الصحف، بالواقع اللي صار انحكى هذا الموضوع بجلسه مجلس الوزراء، مشاركه وزير الخارجيه باجتماع جده، وماذا سيكون عليه موقف لبنان ام لا؟ لا، وحد مع علما انه هو رايح، والأهداف وزراء طبعاً. حزب الله تحفظوا على ذهابه أم لا؟ أبداً أبداً. ووزراء أمل أبداً ما كان لهم أي موقف يعني معترض. هاي الخميس الماضي جلسة مجلس الوزراء كانت معروفة، النقاط اللي انطرحت ما كانت من ضمنها، ما كان من ضمنها أنه المشاركة، لا ما كان من ضمنها أنه في اعتراض على ذهابه. طيب ليش لكان في كمان أنه هو لما راح، يعني هو كان أحد أعضاء الوفد التيار الوطني الحر اللي اجتمعوا مع السيد حسن نصر الله قبل بيوم. ايه، هو كان مشارك. نعم. باللقاء، يعني ماذا وهذا يعني الامر كان معلوم، لذلك انا يعني اضع علامه استفهام حول هذه الحمله. طيب عندما يقال بانه قوى الثامن من اذار ستطلب موقف حكومي توضيحي
بجلسة الأسبوع المقبل من بس هذا يطلبوا موقف حكومي توضيحي. بعتقد معالي وزير الخارجية راح يرد لأنه هو اللي كان موجود وهو كان عم يعبر عن رأي الحكومة. وإذا كان بعد ذلك اكتشفنا أنه في جزء من الحكومة لا يوافق على ما وقع عليه وزير الخارجية يمكن يعيد النظر بالموضوع، لأنه نحن متفقين أصلا أنه كل موقف جوهري يقتضي توافق المكونات الأساسية اللي بتشكل فينا الحكومة. أي واحد بيقول لا خلص يعتبر الموضوع مرجع بحثه وخارج نطاق جدول العمل. هل دفن لبنان يعني كما ذكرت جريدة السفير أو الشرق الأوسط نقلا عن مصادر حزب الله، هل دفن لبنان بجد سياسة النائب النفس اللي انتهجتها الحكومة اللبنانية بالسنوات الماضية بمسألة الأزمة السورية؟ ليش نحن نأخذ الأمور دكمة أنه كله يأبج أمام بعضه أو كله منتركه مع بعضه؟ ما اتفق عليه في جدة لا علاقة له بسياسة النائب النفس. لا كيف كيف حلك كيف اتفق على مواجهة الإرهاب؟ إرهاب، مواجهة الإرهاب ما بيعني مواجهة النظام السوري. نحن عم نحكي أنه النظام السوري بالمعارك الداخلية اللي فيه، هذا الشيء داخلي قررت الحكومة اللبنانية منذ حكومة الرئيس ميقاتي عدم التدخل، وهذا أمر نحن ما زلنا متمسكين به حتى هذه اللحظة. ما حدث في جدة أنه في إرهاب عم يستهدف الدول المحيطة، ولقد استهدف لبنان فعلا وما زال يستهدفه، وهناك شهداء سقطوا للجيش اللبناني وهناك أسرى مخطوفون عند هذه الجهة. إذا كانت هناك حركة عربية ودولية وأقليمية لمجابهة هذا الإرهاب فهذه محصورة في أهدافها ولا تتعداها إلى مسألة الصراع السوري السوري. طيب ولكن السؤال اللي عم بيطرحه فريق الثامن من أدار اليوم أو يمكن كتار من المحللين والمراقبين، لما ما بتنضم روسيا وإيران إلى هذا التحالف ألا يعني ذلك بأنه في هناك خفايا مبيتة بأنه المقصود مهاجمة الإرهاب، مواجهة الإرهاب وأيضا النظام السوري؟ يعني أول شيء يعني مع الأسف صرنا نحن صرنا مدة كل خطوة سياسية نخضعها لقراءة النوايا أو النيات وبنقعد نضرب فيها بصير نبصر بالفنجان، لكن ليش عمل هيك وشو قصده وراء ذلك؟ لأن في خطر داهم كاد أن يصل إلى بغداد وكاد أن يزرع فتنة كبيرة في لبنان ويكاد أن يحتل الجزء الأكبر من سوريا. هذا الأمر لا يحتمل التأجيل ولا يحتمل انتظار ما سيخرج في قائمة النوايا بعد أن تخضع لعلماء النفس السياسيين. هذا الفعل سيكون موضع تنفيذ قريبا، على ضوء نتائجه سنرى ردود الفعل ولكل حادث حديث. طب هل فعل أما إذا كان أن نبقى بالتوقع والتخوف والحذر فنقف مكتوفي الأيدي فهذا يعني هو سياسة اللا موقف، واللا موقف يؤدي إلى الانتحار. طب معالي الوزير إذا تطلب الفعل اللي عم تحكي عنه عمل عسكري، نعم، هل دور لبنان سيكون مشارك بالعمل العسكري؟ ما لبنان عم يشارك على بطريقته وعلى قده بالعمل العسكري. عم يشارك كيف؟ عم يدافع. عم يدافع عن نفسه. أوكي، مش هذا من إحدى وسائل المشاركة؟ أولا يمكن هن حيحزوا حزو لبنان ويشوفوا شو الخبرة اللي عنده، كيف قدر صد هالهجوم اللي صار. نحن يعني طبعا ما عندنا جيوش تروح تقاتل ببغداد أو تقاتل بالموصل أو حتى بالرقة. نحن بكفي أنه جيشنا يقف هالموقف ونحن نستفيد من ذلك أن هذا الحلف يزود الجيش اللبناني بما يقتضيه الأمر من لوجستيات أو من معلومات أو من ذخيرة أو من أسلحة لازمة. هذه فرصة بدلا من أن نقف منفردين بوجه الإرهاب، هناك مجموعة إقليمية ودولية قررت أن تواجه هذا الإرهاب المعنيين فيه. نحن لم نذهب إلى هناك من باب الرفاهية أو من باب التفكه، نحن ذهبنا لأننا المعنيون الأول، لأننا تعرضنا بصورة قاسية لظلم هذه الفئة. طب هل يمكن أن يطلب لبنان بلحظة معينة، والسؤال كتبته جريدة السفير، دعما عسكريا وخصوصا أمريكيا في مواجهة حالة معينة أو بؤرة إرهابية؟
ما عم يطلب، عم ياخذ. لا، مساعدة عسكرية أمريكية. عم ياخذ مساعدة عسكرية، ما أخذها امبارح؟ ما أجت مساعدة عسكرية؟ وإذا هلا بيعطونا بناخذ. لأن احنا مالنا عم ندور كيف نشتري من كل المحلات. لا، يمكن المقصود أيضا من السؤال مش بس يعني معدات و شو يعني لك يمكن تطلبوا الطيران الأمريكي يجي يقصف كما عم يقصف بالعراق. طبعا طبعا هذا، لا هذا أكيد أكيد يتجاوز الحالة السياسية اللي احنا فيها. هذا إذا كان في طيران أمريكاني اتخطى الحدود اللبنانية فأكيد بيت القرار مش بس قرار لبناني يعني. إذا في طيران أمريكاني بده يتخطى الأجواء اللبنانية أكيد هذا مش قرارنا ولا بموافقتنا ولا نوافق عليه. لا توافق؟ أكيد لا نوافق عليه. بس بتوقيع هذه الاتفاقية بالتحالف الدولي يمكن تضطروا أو هل هذه الاتفاقية قد أصبحت بنودها معروفة ومفصلة وأنها تتضمن أيضا دخول الطيران الأمريكي إلى مختلف الأجواء؟ لا أظن ذلك. هذه المبالغة التي نجدها في كل مناسبة إيجابية لا تؤدي إلا إلى العرقلة وإلى التشكيك. الحمد لله أن الوزير الذي وقع أو ذهب إلى هناك هو من 8 أذار وإلا لانتصب الميزان. في عتب على الوزير جبران باسيل بأنه مشي من دون أي تحفظات ولم يبدي أي تحفظات وملاحظات، ويمكن من هون اليوم من قرأنا بجريدة السفير كلام له بأنه هو أبدى تحفظ على عدم مشاركة إيران وروسيا. طيب هو إذا أبدى تحفظ عمل اللازم، وأنا من معرفتي فيه إنه هو دقيق جداً وأنه هو دائم الاتصال بالمراجع وأنه هو ما بيعمل القرارات لحاله، وأكيد اتصل برئيس الحكومة واتصل بمرجعيته السياسية، أكيد كان عم ينسق. فأنا باعتقادي الشيء اللي عمله الوزير الآن خلينا نشوف شو نتائجه قبل ما نستبق ونحبطه. طب السؤال بعد اللي بتسأله جريدة السفير، هل يمكن للبنان أن يشرع مطار عاصمته أو مطارات رياء والإلاعات وحمات للطائرات العسكرية الأمريكية إذا تطلب الأمر؟ طيب، لمواجهة الإرهاب. لاني زاد جوابي واضح. حتى تفوت الطائرات الامريكيه او نوضع نحن المطارات اللبنانيه بخدمه الطيران الامريكي ما بدها موافقه حكوميه. طيب نحن بالحكومه كل شيء غير متفق عليه ولو اي فئه اعترضت ما بيتم. اذا 8 ادار بدها تعترض على هالموضوع ما حيتم. انا برايي 8 ادار و14 ادار مش حتوافق، وكتله الوسط كلهم ما حيوافقوا. لذلك هذا موضوع مثل ما قلت لك، هذا مثل واحد بده يخترق وحش غير موجود، وحش وهمي. بس ما عليك، هل يمكن انه انت تمشي بمواجهه الارهاب وتقول انا هاي نقاط ما بوافق عليها وهي ما بوافق عليها وهيدي بوافق عليها؟ يعني عندكم حريه لوكس القبول بنقاط بتناسبكم ونقاط ما بتناسبكم؟ حتى تاريخه ما زلنا دوله مستقله، وباكد لك انا انه احنا بناخذ قرارات مجلس وزراء ما بننتظر حدا يقلنا. حتى تاريخه ما زلنا دوله مستقله، ايه عندنا حريه اكيد. طيب ماذا لو قضية تدريب المعارضة السورية المعتدلة؟ ما دخلنا فيها أبدا ولا نتدخل بها ولا قلنا عليها فيها ولا ننغمس. لا معارضة معتدلة ولا معارضة متطرفة ولا جيش سوري ولا جيش سوري حر. هذا قرار لا رجعة فيه. الحكومة اللبنانية لا تنغمس في الصراع الداخلي السوري، لأن الانغماس يؤدي إلى ويلات كبرى، وهذا ما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومصلحة لبنان أولا وآخرا. طيب عم ينسأل شو مصلحة لبنان بانضمامه إلى التحالف الدولي؟ بتأكد أنه حكيناها أنه نحن الآن أول ناس تعرضنا بالصورة حقيقية للإرهاب الداعش. نحن ما زلنا حتى هذه اللحظة نعاني القلق والخوف والهلع على أبنائنا من الجنود. نحن نتوقع من هذه الفئة أن تقطع رؤوسا بريئة وأن ترسلها إلى ذويها خالية من الأجساد. طيب إذا كان هذا اللي عم يصير ما بيولد في نفسنا على الأقل ارتياح إنه هذه المسألة لم تعد مسألة لبنانية فقط، أصبحت مسألة لبنانية وعربية ودولية. بقول إنه ما بقبل إلا ما تنضم روسيا. طيب ما روسيا عندها مشكلة، بركي روسيا ما مع وقت لأنه ملتهي بأوكرانيا. بقول ما بصير إلا تجي روسيا. بصراحة هذه مبالغات. طيب بس لما الروس كمان معالي الوزير
يعني هيك بيلمحوا بأنه هن ضد اتخاذ أي خطوة توجه أو ضربة على داعش إلا بناء على قرار يتخذه مجلس الأمن الدولي، وبأنه عندهم مثل توجس بأنه أي قرارات أو تهدف إلى ضرب النظام السوري مع داعش. شوفي، هذا مجلس الأمن الدولي له زمان مش جاب هذا علقة. الشيء اللي بيناسبنا مروح على مجلس الأمن الدولي، واللي ما بيناسبنا ما مروح على مجلس الأمن الدولي. لما الحلف الأطلسي ضرب معمر القذافي، ما قال له الروسي ليش ما رحت على مجلس الأمن الدولي. لما النتائج ما أجت على هوى روسية، قال له لا أنا ما بعيد هالقصة. هيدي كلها مصالح دول، كل ما تصطدم المصالح بفعل معين منروح نحن على الميثاق الأمم المتحدة وعلى شرعة حقوق الإنسان وعلى مجلس الأمن الدولي. أنا بدي أقول لك، قبل ما ينعقد المؤتمر كل آلياته عم تتنفذ، مش ناطرين ينعقد المؤتمر ويوافق جبران باسيل على مندرجاته حتى نشوف كأنه بتتنفذ ولا بتتنفذ. الطيران الأمريكي له كام يوم عم يقصف وعم يعطي نتائج بالعراق، بالعراق عم يعطي نتائج، النتائج صارت ملموسة. الأمريكان تدخلوا بتشكيل الحكومة مشان يشكلوا غطاء سياسي حتى يضربوا، عم يضربوا والأمر مشي. في أمر إنه هذا اللي صار ممكن لبنان يستفيد منه. إذا كان في فئة لبنانية ترى أن الاستفادة منه ممنوعة، أوكي. هل لها 14 أدار تراهن حاليا على هذا التحالف الدولي وتخلص من الرئيس بشار الأسد؟ بدك تسألي 14 أدار، أنا مش 14 أدار. منك 14 أدار؟ من تمثل بالحكومة؟ أنا بحب كتلة الرئيس سلام. إذا أنا 14 إدارة بيكون في خلل، ما بيكون ثلاثة ثمانيتها تبي. هيدي هي. بس بالتصويت مع مين رح تكون؟ لوقتها بدي اتفق أنا والرئيس سلام. طيب هل كتلة الرئيس تمام سلام تراهن على ليش هذا التحالف الدولي؟ بتعرفي على شو؟ حقول لك على شو بتراهن كتلة الرئيس سلام. كتلة الرئيس سلام تراهن على حسن ختام هذه المهمة وهذه المرحلة. نحن دنيز، نحن جينا بموجب مرسوم ينهي خدماتنا في 25 من أيار. صحيح. فشل الطبقة السياسية بس في إنجاز الاتفاق. بس أغلبيتكم كنتوا عارفين إنه باقيين مطولين. شو بدنا نرجع على النيات؟ لما فشلت الطبقة السياسية بإنجاز اتفاق، نحن باقيين بقوة الاستمرار تعبيرا عن ذلك الفشل. ولكن فليعلم الجميع أن هذه الحكومة هي الحائط الدستوري الأخير المتصدع. إذن شو رغباتنا ورغبات الرئيس تمام سلام وحكومة الرئيس تمام سلام؟ أنه هذا الحائط يرجعوا يستلموا القوى السياسية وترمموا كما يجب وفقا لتسوية متفق عليها. كل تأخير بالتسوية عم يخلينا نحن بحالة قلق، لأنه عم تزداد المهمات اللي فوق ظهورنا، وهذه المهمات مش قليلة، مركبة ومتشابكة ومعقدة لدرجة أنه أنت باللحظة ذاتها بدك تفكري كيف تفكي أسر كهرباء لبنان، وكيف بدك تفكي أسر الجنود المعتقلين، وكيف بدك تجيبي ساعة كهرباء زيادة، وكيف بدك تعملي بالمخيمات وباللاجئين السوريين، وكيف بدك توقع المراسيم بدنا نوقعها كلها، لأنه إذا كان في حدا زعل المرسوم بيتوقف. مش قليل المهم اللي علينا. لذلك نحن بدي أقول أنا يعني أستجدي القوى السياسية تنتخب رئيس، وأستجدي نعم أنه ينتخبوا رئيس، وأنه بانتظار انتخاب الرئيس يرعفوا فينا شوي، يرعفوا فينا شوي. مين المعطل أكثر اليوم يعني بالحكومة؟ والله بمجلس الوزراء ما في تعطيل، صدقيني. اليوم كنت عم بسمع الزميل ألاء حكي معي، عم يحكي مع وردي، قال له والله ما بيصير شيء. نحن بمجلس الوزراء أبدا، أول شيء علاقتنا طيبة جدا مع بعض، ولما بيحكي لأنه عم تتفادوا الأمور الخلافية مع الوزير. صح، عم نتفادى الأمور الخلافية، ولكن شوفي كم أمر غير خلافي صرنا منجزينه. شوفي شوفي القرارات اللي طلعناها، شوفي الفراغات اللي عبيناها بالدولة. طب شو صار؟ شو قضية هيئة الإشراف على الانتخابات طالما عم تحكي إنه بصوت مرسوم إذا زعل وزير؟ نحن طبعاً حصل خلل إنه بمرسوم الدعوة للانتخاب نحن تأخرنا يوم، والتقى مين يقول إنه هذا مدعاة للطعن بدستورية الانتخابات.
وأنا اعتقادي أنه هذا بغير محله هالتوجس، لأنه الإخلال بالمواعيد إذا ما بيؤدي إلى ضرر جوهري، المحاكم تأخذ بعين الاعتبار أنه يوم أو يومين يوم ما أخل بحرية الناخب بالاختيار. آخر شيء، الحكمة التي من أجلها صدر هذا القانون هو ألا تتعرض حرية الناخب لضغط سواء من جهة الوقت أو من أي جهة أخرى. ولكن من مستلزمات القانونية لصحة الدعوة للانتخابات أن تكون هناك الهيئة المشرفة. جاء معالي وزير الداخلية وقال إن الهيئات التي تتشكل التي ترشح رشحت لنا، كل هيئة رشحت 3 أعضاء ولنا أن نختار، وقال أنا اخترت كذا. وبعد ذلك قام الأمين العام بمحاولة لغربلة الأسماء بتسوية جديدة. معالي وزير التربية قال أنا أطلب مهلة لدراسة الأسماء، أجيب بأن المرحلة ما اعترض على كل الأسماء، ما اعترض على كل الأسماء، قال أنا بدي نقاش، والحقيقة ما اعترض ولا على اسم، قال أنا بدي نقاش. قلنا له ما في وقت للنقاش، وهذا الأسامي كانوا عندك قبل هلأ، وإذا كان نحن توقف ما أصدرنا اليوم لأنه كان مطروح على جدول عمل من أسبوع. نعم، وإذا ما أصدرنا اليوم يمكن تصفي الانتخابات كلها سوا معرضة للدعوة لأن تكون غير موجودة أو غير قانونية، لأنه شرط قانوني أساسي من دعوة الانتخابات تشكيل هيئة الإشراف. نعم. وقرأت الأسماء وتقريبا افتكرت أنا ظننت أنه خلصت، فجأة بصير في أنه أنا بدي إسا شوية وقت. الآن هناك من يقول أنه معالي الوزير أبو صعب حط الأسماء عند الرئيس التمام. هلأ نحن طبعا حتى نقرر بدنا مجلس وزراء جديد، إذا كان اتفقنا عليها ما بعرف قديش إذا التأخر بيكون ممكن إيجاد تسوية له أو إيجاد تبرير، بس أنا ما شفت أنه هي قصة كبيرة، أنا شفت أنه قصة متعلقة بحسن الاختيار. يمكن الجهة اللي بيمثلها الوزير أبي صعب ما كانت استدرست هالأسماء. نحن بالنسبة لنا يعني هو أو بالنسبة لمعظم الوزراء هو كان بده يسمي الأسماء المسيحيين الموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك. هو ما قال هيك، قال اتركوني أدرس، قال بدي وقت. بس أنا بحقيقة بصراحة ولا وزير من الوزراء كان عنده موقف بالأسماء. اللي اقترح وزير الداخلية قبلناه، واللي رجع جرى تسويته مع الأمين العام قبلناه، كان هو عنده وجهة نظر انه بده يتريس. صحيح، حاول يتصل بالجنرال ميشيل عون وبالوزير جبران باسيل خلال الجلسة ولم يوفق، من هيك طلب المهلة؟ ما بعرف. طيب الصحف كاتبة اليوم انه كان طالق ناطر الرئيس تمام سلام الأسماء صباح اليوم الثاني اللي تلا الجلسة. نعم. ولم تصله الأسماء، وبالتالي لم يوقع المرسوم ولم يصدر بالجريدة الرسمية. ايه، لأنه أي فئة بتعترض على التوقيع، أي فئة من مكونات الحكومة ما بتعود بيصدر المرسوم. طيب، ولكن التيار الوطني الحر ضد التمديد للمجلس النيابي. مطلوب مني إني أنا مثلا أكون المفسر السياسي تبع التيار الوطني الحر؟ شيء لا، عم نسأل شو اللي شرحه الوزير بمجلس الوزراء. أنا من الناس اللي قالوا له للوزير أبو صعب إنه هذا الأمر بتتحمل فيه نتائج ما لا تتلائم مع هدفك بالتمديد، بمنع التمديد يعني. شو كان الجواب؟ قال بدي وقت. كل الأسامي ممتازة، وأصلا هي مجربة كانت قبل ذلك. القضية هي مش قضية أسماء، قضية اختيار بين الأسماء، يعني توزيع الحصص ربما. الأسماء ربما لا، هيدي ما فيها حصص هلأ بصراحة، فيها معينة، فيها أبد التشريف. مفروض تكون هيدي بتخص حدا، هيدي أعلى من كل حدا. اللي بده يشرف ما بده ينتمي لحدا. وقال لا، إذا كان أنا سميت فلان الفلاني وترشحت على الانتخابات بدي له ولو معنا عينتك زور لي. هيئة مفروض تكون أعلى من كل الناس ولا تنتمي إلى أي حدا منهم. وأنا بالجديد هلا بناجد للوزير أبو صعب إنه يعطي للرئيس تمام الاسم اللي بده إياه، أو يوافق له على الأسماء اللي اتفقنا عليها حتى نستنقذ الانتخابات. مع الوزير سنتابع الحوار طبعا. ملف اللاجئين السوريين اللي حضرتك حامل أعباء وملف كبير، وإذا بقي عندنا وقت بدنا نحكي أيضا عن الأوضاع الأمنية شمالا وبقاعا، لكن بعد الفاصل الإعلاني.
مجددا اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع حوارنا مع معالي وزير الشؤون الاجتماعيه الاستاذ رشيد درباس. معالي الوزير، قضيه اللاجئين السوريين انتظر المسؤولين، ما رح حمل المسؤوليه هيدي الحكومه لانه الحكومه بعد يعني جديده، ملف اللاجئين سبقه، يعني انتظروا المسؤولين طويلا حتى يفيقوا انه في مشكله اسمها مشكله اللاجئين السوريين في لبنان. هلا وين نحن بهذا الملف؟ شكلت الحكومه ب 14 بطنه هيك؟ نعم. باول نيسان كنت انا محضر ورقه عمل او خريطه عمل قدمتها لرئيس الحكومه بناء على طلبه. هذه الورقه درست باللجنه الوزاريه المصغره اللي هي تقريبا نص مجلس وزراء، وجرت الموافقه عليها وعرضت على مجلس الوزراء بعد ذلك واقرت. شو بتقول هاي الورقه؟ ورقه اول شيء في قراءه للاضرار التي اصابت لبنان، اضرار اقتصاديه وامنيه وسياسيه واجتماعيه. وتدينا الجزء الثاني لانه بدك الجزء صار معروف، نحط خطط للمعالجه. مبتدئين من اننا وصلنا متاخرين جدا. اذا انت بتجيبي الطبيب بعد ما بيكون المرض استفحل او اسم كبير نزف، ما بعد انتظري انه في بيقطبي خلاص وبيصح الطبيعي، هذا صار علاج طويل على قد ما طالت. قلنا اولا بدنا نحد من النزوح، لانه عم يجينا كل دقيقه نازح، كل دقيقه نازح، والارض ما بعد ساعه. وبدنا نحط له قواعد كمان، لانه 45% من النازحين وفقا لاحصاءات المفوضية السامية هن من المناطق البعيدة الأبعد عن الحدود اللبنانية. تنتفي صفة يعني 45% من حلب، من قامشلي، من حسكة، من إدلب، معرة النعمان، نعم 45%. على مدى بعد ما صارت معارك الألمون وصلت أنا لنتيجة إنه ما بقى في لزوم للنزوح خالص. ليش؟ لانه معارك الالمون على المكان فيها ما كانت مأهوله بالسكان، هؤلاء السكان قد نزحوا كلهم، الجزء الاكبر الى لبنان وجزء منهم الى وسط سوريا. اذا لم يعد هناك من داع للنزوح، وانا لا استطيع ان استقبل نزوحا من الاماكن البعيده. الدول الاقرب هي الاولى باستقبالهم. نعم. هذا بيعني انه انا بدي صفر النزوح الا ما خلى الحالات الانسانيه. حكينا نحن والمفوضيه وقلنا انه بدنا نعد ورقه عمل كيف نحن نحكم السيطره على هذه القضيه بانشاء مراكز مشتركه على الحدود بين المفوضيه وبين وزاره الشؤون بالتعاون مع الامن العام. وقلنا انه الامن العام مثل العاده بيعمل استماره للدخول، بهالاستماره في خانه اسمها خانه سبب الدخول. لما بيقول سبب الدخول اي سبب إن كان، وبيرجع بعد ذلك بيروح عند المفوضيه بيقول سجلني نازح، هذا بيكون خدع الدولي، وبالتالي لا يحق للمفوضيه ان تساهم في خداع الدولي. هذا بيقتضي انه اللي سجل نازح لازم نمسكه ونرجعه لبرا لبرا لانه خالف اسباب الدخول. هذا امر اتفقنا عليه اول نقطه. ثاني نقطه اتفقنا على انه كل من يذهب الى سوريا يفقد صفه النازح. ليش؟ لانه النزوح شرطه ان النازح لا يستطيع ولا يرغب الى بلاده، لا يستطيع او لا يرغب. اللي راح على بلده يعني يستطيع ويرغب. بتقولي لي مثل ما بيشرحوا لي بالمفوضيه انه يمكن راح يشوف اهله، يمكن راح يتطبب، راح يتفقد على يعمل ايش ما بده، ايش ما بده، يمكن رايح يشم الهواء ويرجع. بنقول له انت لما رحت يعني معناتها ما في مانع امني يحول دون رجوعك الى بلدك. صحيح. إذا أنت طابت لك الإقامة في لبنان أهلا وسهلا فيك، بس هذا البلد لم يعد يستطيع. إذا النقطة الأولى أنه ما بقى في سبب للنزوح. النقطة الثانية أنه ما بقى في طاقة لاستقبال النزوح. لما بيكون عندك عدد النازحين أكثر من ثلث عدد سكان الشعب اللبناني بدك تتوقعي كل شيء، وما حدث في إرسال هو أحد النماذج. بيبقى الأمر الأخير طبعا بدنا كمان نشكل فرق، وهذا بيتاخذ على المدى الطويل، انه نشوف مين بتنطبق عليه صفات النازح. في ناس يمكن قاعدين هون وعم يشتغلوا وعم يطلعوا فلوس وعم يشاركوا المعدم بالايرادات اللي عم تجي.
انت ما لك حق تكون نازح، لكن لازم ينشطب. اما الامر الاخير وهذا الشيء يعني انا بحب اني احكي، واللي نحن باجتماع المصغر المكون من يعني برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزراء الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة، لا نحن الأربعة كنا بس، نعم كان الوزير باسيل جايب ورقة هي من روح الورقة اللي كنت أنا عاملها، بس فيها يعني زيادات حول بعض التدابير الاقتصادية. نحن بالأساس كان في خلاف حول نقطة، إنه هل نقيم مخيمات قريبة من الحدود السورية؟ في موقف قاطع من 8 أيار إنه هذا أمر بيعمل أزمة وطنية للنقبة. طيب وقت انطرحت وقت حكومة الرئيس مئاتي سابقاً ورفضت من التيار الوطني الحر. لأني أنا رجال براغماتيكي وعملي، لما قالوا لي هيدي لا شلتها من تداول أنا، بالرغم إنه أنا بقدر دافع عن الموضوع كثير، ماني حياخد وقت البرنامج ودافع عنه، أنا بدي أحكي على اللي صاير. نعم. قلنا طيب. استبدلتوا هيدي بأي فكرة؟ في فكرة تانية، وبصراحة أنا أول مرة سمعتها من رئيس بري. وعجبتني الفكره وجربت بلورها وطورها، انه يا عمي بيقول لي طيب انت بتطلع من حدود المصنع وبتدلك مكمل بتمشي 4 كيلو لتوصل في مسافات هيك كلها ارض لبنانيه، ليش ما بتعملوا هاني بعكار؟ في كمان مساحه بين العبوديه والدبوسي، وفي على اليمين مساحات كبيره، وفي محل اسمه المقيبلي بعكار، يعني في كثير محلات ملك الدوله اللبنانيه، يعني في ملايين الامتار المربعه، ليش ما نفكر فيها؟ هيدي ارض لبنانيه ما ساكنها حدا، بعيدة عن العمران، ما بتشكل احتكاك مع المواطنين، ليش ما بنبني فيها مراكز استقبال من البيوت الجاهزة التركيب الصالحة للفك؟ مش كرفان مثل ما يعني لا لا مش كرفان، انا قلت بيوت جاهزة، اذا طلعت كرفان بتتكرش بياخذوها خير ان شاء الله. الفكرة منها كانت هي انه بتنفك وبيقدروا ياخذوها على بلادهم، لانه اذا رجعوا ما في عندهم بيوت، تدمرت بيوتهم وهن قريبين على الحدود. هي الفكرة منذ اللحظة الاولى لم تجد معارضة من أحد، ولا أي فريق، ولا أي فريق، ولا أي فريق، والكل وافق. بس مين اللي اعترض عليها؟ المنظمة الدولية قالت أنا لست آمنة على أفرادي للذهاب إلى هناك، أنا ما بشتغل هالشغلة هونيك، وضع أمني خطير ما بنقبل. فلا هيديك فينا نمشي فيها ولا هي فينا نمشي فيها. صار مسألة المخيمات أو مراكز الاستقبال مسألة معلقه البحث. ليش عم ترفض تستخدم عباره مخيمات؟ لانه هيك كلمه المخيمات عم تعمل اثاره، عم حاول اتعمد، عم بتعمد اني ما استعملها. ايه لانه بتعمل اثاره، لانه في بعض منا بيقول هذه مخيمات فلسطينيه تعيد التوطين، وفي حدا بيقول انه هذه بؤر عسكريه بدكم شو بدها تصير. نعم. انا قلت لك فيني دافع عن هالموضوع، بس لما للامم المتحده قبلت بالفكره، فكره الاراضي هي، ولا بعض اللبنانيين قبلوا بفكرة الأراضي القريبة على الحدود اللبنانية، صارت هالفكرة خارج البحث، ما عدنا طرحناها. في آخر اجتماع اللي صار برئاسة الحكومة بحضور الرئيس، طبعا برئاسة الرئيس سلام، طرحت على الوزير باسيل، قلت له شو رأيك بنرجع نجرب هلأ، لأنه هلأ الأمر اختلف. في السابق كان بالفعل نقاط، هيدي نقاط أمنية ساخنة، الآن ما عاد في نقاط أمنية. يا عمي خلينا نترك المفوضية السامية على جنب ونجرب نحن على طريقتنا، نعمل شيء تجريبي، نحط بعض المراكز في هالمناطق ونشوف نأمن لهم جهات مانحة ونلاقي جمعيات تقدر ترعاهم. قال نحن ما عندنا مانع. فبيقول الوزير مشنوق، قال له طول بالك يا جبران، قبل ما تقول ما عندنا مانع بدنا نشوف شو رأي حزب الله. قال أنا بأكد لكم إنه ما عنده مانع. أوكي. رحنا على مجلس الوزراء، الرئيس الحكومة عمل المقدمة تبعه وطلبت الإذن بعده أنا، وقلت له انه بعد اذنك يا دورة الرئيس بدنا نحكي علما للاخوان انه شو صار باجتماع اللجنه امبارح، حكينا شو صار باجتماع اللجنه، قلنا سنفعل كذا وكذا وكذا، وانه انا كلفت فريق العمل اللي بخص الوزاره يروح يبحث ويجيب لنا ريليفي من هالمحلات حتى نشوف شو اللي صالح يعمل. وبعد شوفي انتبهي، اعترض وزراء ابدا ابدا، ولا حدا. وشوفي الامر الاهم، قلت انه نحن قررنا وقف النزوح اللي هو برايي هو اهم قرار واللي بده يتنفذ. الاعلام بصراحه بامر ما قدرت فهمته اهمل هالقصه وراح على القصه اللي اسياق قيد الدرس وقيد البحث. اذا بقول لك بلا مبالغه اني انا على 48 ساعه صرت بشتغل عند الاعلام، والسؤال هو بتوضح هذه المساله، انه هي المساله يا عمي، هي المساله الساهة يعني الساهة قيد البحث، قيد البحث بس ما في يعني ما في اعتراض عليها ولا حدا
لأنه هذا أصلا بالأساس فيها قرار مجلس الوزراء من قديم من أيار. فوجئت أنا أنه بعض الصحف عم تنسب لجهاز سياسي. لذلك أول ما ابتديت أنا ما بقى فيني أعول على الصحيفة أنه إذا نسبت أو ما نسبت. يعني أنا عمليا أول الأسبوع المقبل بجلسة الأسبوع أنا يوم المقبل في إعادة بحث يوم بهذا الموضوع يوم الثلاثة عندي اجتماع للجنة بدي يكون جايب معي الاقتراح أوراق ملموسة. لا مش اقتراح بدي جيب معي شو استنتجت شو قال لي فرقة العمل اللي راح تبحث وشو الكلفة وشو هلأ إذا كان حدا قال هلأ بكل صراحة من مكونات الحكومة لا هاي الفكرة لا نوافق عليها أوتوماتيكمان تسحب من البحث. نعم. ولا بقعد بشتغل فيها ولا بقعد بصرف عليها دقيقة من وقتي. لأنه أنا ماني مش الفن للفن. هاي الفكرة لو ما بدي لقي في مش ممكن شو في دبي بالملف السوري. أنا هذا الملف حامله وأنا أعلن أكثر من مرة إنني مسؤول ورقيا عن هذا الملف ورقيا. لأنه هذا الملف في الدين لحاله وضبطه بده جيش من الإدارة وصناديق من المال و جيش آخر من القوى الأمنية. أنا عم تولى بس من شان أعمل له خطوط لما بقدر بأمن له الغطاء السياسي والقرار السياسي ساعتها ننطلق ومنجيب منجيب كل اللازم بتأمن الأمن. أما في خلل بالقرار السياسي فورا يتوقف. طب هل صار في تواصل أيضا مع المفوضية؟ طالما حضرتك حكيت انه هلا الظروف تبدلت انه ممكن هلا المفوضيه توافق كمان لنحكي ويصير في تمويل. نحن من اشهر مش بكثير اجى المفوض السامي اللي جاي بكره يوم الثلاثاء اسمه انطوني غوتيريس. اجتمعنا عند رئيس الحكومه مع الوزراء المختصين طرحنا النقطه. المفوض السامي قال هذه ارضكم وهذه بلادكم تفعلون فيها ما تشاءون. نحن عنا وفقا لمعاييرنا بنبحث اذا فينا نساعد ولا ما فينا نساعد. ما اكد المساعد هذا بتعدل هذا الكلام بالاول مع هذا ارقى مسؤول وبالفعل هو رجل محترم جدا. نعم. وشخصيه بارزه ببلاده كان كرئيس حكومه بعتقد. لما كانت عندي مدام نينات كيلي يوم الاثنين بعتقد قلت لها معلش نحن عندنا افكار بدنا ننفذها ما بقى فينا نترك الامور. نحن بنتشكر المفوضيه لانه على مدى سنتين قاموا بمهام كان المفروض الدولة تقوم فيها. فهني قاموا فيها على طريقتهم وفقا لمعاييرهم ومفاهيمهم. لما جينا نحن بدنا نطبق معاييرنا ومفاهيمنا اكيد في بعض الخلل، يعني في روداج لازم يصير بالاول حتى نقدر نعمل الانسجام بين الموقفين. هذا نحن بصدد منا انتبهيها منا ابدا ابدا نحن بصدد انه نعمل معركه مع المفوضيه الساميه لانه ما لنا مصلحه. بس في اختلاف في اختلاف دائما في اختلاف بدنا ندور وين على نقاط الاتفاق لانه نحن ما فينا نقوم بمهمتهم وبدونهم نحن وبدون المساعدات اللي عم تجي علما انه انا بدي اشير قالوا بكره جاي لعنا مدام هيلين كلارك اللي هي المسؤوله عن اليو ان دي بي بالعالم وفي كلام بدنا نقوله قدامنا نحن انه المساعدات اللي عم تجي للسوريين كل مالها عم تضمحل وتصاب بالبرودة. يعني خايفين ما يجي يوم نطلع هيك نلاقي ما في قدامنا غير الشعب السوري اللي موجود عندنا وبده ياكل والدولة ما قدرت وبدنا نشاركه نحن بالأكل. معالي الوزير لنختصر بهذا الملف، يعني عمليا هلا قضية المخيمات أو أماكن استضافة اللاجئين السوريين ستبحث مجددا، ستطرح الورقة اللي حضرتك حضرتها للتوافق عليها قد بالإجراءات اللي اتخذتوها. هلا أي نازح يدخل إلى سوريا تنتفي عنه يعني صفة يعني النازح ما بقى عم ترجعوا تخلوه يفوت على لبنان؟ لا بيفوت. كمان بتشكرك على السؤال. هناك فارق أصلي وجوهري بين إقفال الحدود وبين النزوح. أي شخص بده يفوت على لبنان لسبب غير سبب النزوح مرحب به إذا كان دخوله منطبقا مع الشروط والقوانين. سايح زاير شو حل نسكر على حالنا؟ نعم أكيد لا. بس بيقول لي أنا نازح بدي أدرس الوضع. يعني بلاش أنت نازح شو وين في قتال؟ إذا بيقول لي أنا كنت مخبى أنا وعائلتي بالكهف الفلاني مثلا وأنا ما عندي غير لبنان إيه في أسباب إنسانية أنا بتسهل فيها بس بدي أدرسها. بلشتوا بهيدي على المعابر الحدودية بلشتوا بهالإجراءات؟ ليس بعد. طيب شو ناطرين؟ ليش التأخير؟ ما في تأخير. نحن عم نشتغل بسرعة قياسية بس أنت مثل ما بتعرفي يعني أنه في منظمة دولية بدنا نتعامل نحن وياه، في أمن عام بدنا يعملنا تدابير، في لجنة مشتركة عم تنعقد هلا بين الوزارات المختصة.
يعني هذه الأفكار هذه قرارات فيك تعتبري أنه صارت قرارات سياسية، بس التنفيذ بعد ما بلش فيها ما بده يتنفذ. يعني نحن لما بلشنا نعمل هالتدابير هي كانت الوتيرة واحد بالدقيقة، صارت الوتيرة 0.85 من الواحد بالدقيقة. مع الوزير بعد عندي دقيقتين بس بدي احكي فيهم عن الوضع بطرابلس. بعرف كمان الوضع بالبقاع، يعني شهدنا الاسبوع الماضي الاسبوع الحالي يعني بعد ما خلص الاسبوع خطف وخطف مضاد طرابلس، قتيل شيعي بطرابلس، ما بعرف انحكى انه من بيت القطريب كمان من باب التبانه اطلق النار عليه وهو على طريق المطار، يعني قتل وقتل مضاد. هل في تخوف ان تعود طرابلس الى مشكلة أمنية مجددا؟ دائما في أنزال بيحاولوا يفتروا على حياة الأوادم وحياة الناس، هدول موجودين. لحسن الحظ أنه هدول اللي بيعملوا الخلل بطرابلس صاروا معروفين عند الجهات الأمنية، وإني مش كتار وسطا صارت معروفة. إطلاق النار على هذا البريء الطرابلسي ابن البزي الطرابلسي، نفوسه طرابلسي، فواز بزي، وراح يزور أهله، في نزالة أكثر من هيك؟ سيلقون عقابهم ومصيرهم الأسود. أنا بصراحة بدي أقول لأهل فواز بزي كل طرابلس حزين عليه، وليست مدينة طرابلس هي التي تفتك بأبنائها أو بزوارها، وهذه المدينة التي ظلمت على مدى سنوات طويلة وألصقت بها كل النعوت والألقاب الكاذبة أثبتت أنها استجابت للخطة الأمنية بمجرد الإعلان عنها من دون حاجة إلى طلقة واحدة أو نقطة دم واحدة. وداعا لتلك الأيام لن تعود إلى طرابلس، لن تعود، وأنا أجزم ستستقبل طرابلس مشاريعها التي أقرتها الحكومة، وسنبدأ بدورة اقتصادية نشطة، وستعود الحياة لمدينة لا تتخوف قال على عنها الوضع المتنبي الأمني. وقصرت كل مصر عن طرابلس. لا تتخوف على الوضع الأمني بطرابلس أبدا. بالبقاع بالبقاع لازم يكون في حزم اكثر من قبل القوى الامنيه. اللي بالبقاع ما بيصير يكون في انه الشارع او الشوارع او الطرقات غير مامونه، وانه كل واحد لازم له قرشين بينزل بيقطع الطريق وبينقي له واحد سمين وبياخذ حاجته هي. صارت يعني فاقت، يعني بصراحه انها تفقع عيون الدوله. عم تلتقوا القاده الامنيين، ما عم بتحكوا انتم وياهم بهذا الموضوع؟ يعني مشان اقول بصراحه انه الرئيس تمام سلام سمعته انا كذا مره وهو يعطي تعليماته واوامره، وهو في هذا الموضوع غير متساهل. معالي الوزير انا بدي اشكرك على هذا اللقاء. انا بدي اشكرك. يعطيك الف عافيه، وان شاء الله ملف اللاجئين السوريين بينتفي من الاصل وبيعودوا اللاجئين الى بلدهم. ان شاء الله الملف بيستقيل مني. يستقيل منك؟ نحن ما بنتمنى انه تستقيل من الحكومه. عمول الملف يستقيل، وانا بدنا الحكومه، بدنا الحكومه تروح على بيتها مشان يجينا حكومه جديده ورئيس جديد. ب 23 في رئيس؟ يا ريت انا بنتخب. مين كنت بتنتخب لو انت بتنتخب؟ انا اشوف المرشحين. كتار المرشحين. بنتخب واحد يكون رون بوان. يكون رون بوان. رون بوان يدور الامور، يدوروا حوله. يدوروا حوله. نعم. منيحة. ما ننبش هيدي رون بوان بالحجم ولا رون بوان بالعقل. شكرا معالي الوزير. مشاهدينا الكرام بذكركم بانه بامكانكم متابعه اخر الاخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، وام تي في لبنان نيوز على موقع الفيسبوك، وعبر موقعنا الالكتروني ام تي في.com.lb. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.